في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة ينخفض النشاط الجسماني لدى الناس فيصابون بالكسل والخمول. عربات الآيس كريم والعصائر الباردة، محطات تستوقف المارة في الشارع، فتناول بعض من الآيس كريم والعصير البارد يعادل حرارة الجسم فيستعيد الناس جزءا من نشاطهم. نتناول الكثير من المثلجات كالآيس كريم والعصائر الباردة التي تساعد على الانتعاش وتخفف من أعباء الحرارة الزائدة في هذا الصيف. بائعو الآيس كريم في شوارع المدينة يحرصون على تنوع الآيس كريم في عرباتهم لإرضاء ذائقة الناس وكسب عدد كبير من الزبائن. نوفر الآيس كريم جميع أنواع الآيس كريم لأجل طلبة الزبائن وتوفر العمل. وأكثر الباعة اللي أكثر الناس اللي اشتروا مني هم الباعة في الشوارع. وأكثر الأيام أو الصيف في الفصل الصيف نبيع الآيس كريم أكثر من فصل الشتاء يمشي معنا. في الريف أيضاً يفضل طلاب المدارس تناول الآيس كريم، خاصة أن الحرارة في الريف أشد من المدينة، فيصبح الآيس كريم هو الخيار الأمثل لهم بعد قضاء يوم دراسي حار. أصبحت محلات الآيس كريم أماكن استراحة يتوافد الناس إليها لينعموا بطقس بارد يريح أعصابهم ويخفف عنهم من حر الصيف. للمشروبات الباردة والآيس كريم علاقة وصداقة كبيرة مع المواطنين في فصل الصيف، حيث أصبحت محلات الآيس كريم من أفضل الخيارات للناس للتخفيف من الحر. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.